سبع سنوات كاملة عاشتها هذه العائلة السورية بالجزائر بعيدة عن ديارها بعد الحرب التي شهدتها سوريا. وجدت الجزائر بلدها الثاني كحضن لها. لا أنا ما حسيت حالي أني أنا غريبة ولا أي شيء بالبلد الجزائر المضياف. أنا الحمد لله قدم لنا كل المساعدات وعدنا بالجزائر كأنه إحنا ضيوف أو أهل، حتى مش ضيوف يعني استقبلونا كأن إحنا صاحبين البلد. والله أنا إن شاء الله معودة لسوريا، راجعة لسوريا إن شاء الله، وبعد ما طبعا تم الأمن والأمان لسوريا، وإن شاء الله بعم على جميع الأراضي السورية. ما حسينا حالنا مثل ما قال زوجتي إنه إحنا مهجرين أو غربة، والله معتبرين حالنا كأنه بلدنا ابدا. قررنا العوده ان شاء الله لسوريا باعتبار الامن والامان، الحمد لله تقريبا كل ربوع سوريا عاد، وبدنا نرجع ان شاء الله نعمر بلدنا. الرجوع الى ارض الوطن حلم لطالما راود عائله تواتي، ها هو اليوم يتحقق بفضل الهلال الاحمر الجزائري الذي تكفل بكل تكاليف تنقلها. في عائلات سورية عبرت عن رغبتها باش ترجع لبلادها إلى ديارها إلى أهلها، يعني في عائلات في معسكر في عدة ولايات، واليوم يعني هذا العشاء عاشوراء صحيح، لكن أيضا صادف حبينا يكون أيضا عشاء على شرف عائلة سورية عبرت عن رغبتها للرجوع وهي راجعة. عودة الاستقرار إلى أغلب المناطق في سوريا جعل رغبة اللاجئين السوريين في الرجوع إلى ديارهم كبيرة، وهو ما تعمل الدولة الجزائرية على تحقيقه.